وإلى الانتخابات الجزائرية الآن التي ستجري في 7 سبتمبر بين 3 مرشحين، عبد المجيد تبون الرئيس الحالي والطامح بولاية ثانية هو الأبرز. فماذا أو على ماذا يرتكز ولاية ثانية لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة؟ هكذا كان شعار المرشح المستقل لرئاسيات عبد المجيد تبون خلال حملته الدعائية لاستمالة الناخبين. تبون يسعى للفوز بولاية ثانية معتمدا في ذلك على إحصائيات ومؤشرات اقتصادية خلال عهدته الأولى قدمتها الحكومة. تبون قال إن الأرقام التي وصفها بالإيجابية هي انعكاس لقوة الاقتصاد الذي تعزز بارتفاع مداخيل الدولة والحد من نزيف الخزينة العمومية واسترجاع الأموال المنهوبة، لكن مراقبين يرون أن الاقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على مداخيل النفط وأن الظروف الدولية والإقليمية وأبرزها الحروب أو الحرب في أوكرانيا رفعت أسعار الغاز والبترول وزادت من مداخيل البلاد. تركيز عبد المجيد تبون على الشقين الاجتماعي والاقتصادي بدا واضحا خلال ولايته الأولى، وهو ما أثر سلبا حسب مراقبين على تعامله مع الشق السياسي ومجال الحريات. فمنذ حراك عام 2019 الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يقول مراقبون إنه لم يحدث تغيير كبير في النظام السياسي، بل شهدت البلاد تضييقا جزئيا على العمل السياسي والإعلامي في الفترة الأخيرة. إذن ينضم إلينا من الجزائر لمناقشة هذا الملف الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور زهير، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة في مناقشة لهذا الملف، وعلى ماذا يرتكز المرشح المستقل عبد المجيد تبون الرئيس الحالي. إذن في حديثنا عن ما يصطلح عليه جزائريا الجزائر الجديدة، كان شعار بعد 2019، ولكن لنتحدث في البداية عن الشق السياسي وليس الاقتصادي، ما الذي تحقق سياسيا؟ مساء الخير أستاذة سارة. سياسيا تحققت أشياء تم حسمها أعتقد في العامين الأولين من عهدة الرئيس تبون. منطق الرجل في تحقيق مشروعه والوفاء بتعهداته 54 كان أن يعطي الأولوية أولا لإعادة بناء العقد السياسي في الجزائر بعد أن وصلنا كما تعلمون في سنة 2019 إلى تلك الأزمة وذاك الانسداد، إعادة كتابة الدستور على قواعد جديدة. كان المؤمل أو المؤمل أن تبعد أي إمكانية لحدوث ما سبق وحدث، وثانيا يعني إعادة النظر أيضا في هيكلة المؤسسات وإعطاء الفرصة لمؤسسات تمثيلية أخرى لأجل دعم ما نسميه الديمقراطية التشاركية، بمعنى تمكين فئات معينة من أن تمارس أدوارها في المشاركة في السلطة أو التمرن والتدرب. مثل ماذا دكتور زهير؟ عما نتحدث في هذه الحالة؟ مثل المجلس الأعلى للشباب، والرجل كان قد قال في عهدته الأولى أو في حملته الأولى أنه مرشح الشباب، وتعلمين أستاذة سارة أن في العهدة الأولى الرجل لم يكن يحظى بدعم الأحزاب الكبيرة آنذاك بين قوسين التي ذهبت اتجاه آخر لمنافس آخر، وبالتالي وعد بذلك ونفذ، وأيضا دستر أيضا يعني مؤسسة أخرى للمجتمع المدني، ودستر أو بعد ذلك انتقل إلى إعادة النظر في قوانين عضوية هامة، قانون الانتخابات ثم قانون الأحزاب، قانون الانتخابات الذي كان يريد كما كان يعلن ويعلن حتى في هذه الحملة الثانية الفصل والقطع تماما بين العلاقة أو في العلاقة بين المال الفاسد وبين العمل السياسي. وربما من مؤشرات ذلك أن هذه الحملة الانتخابية بإجماع المراقبين لم يكن للمال الفاسد أي حضور فيها لدى المرشحين الثلاثة. دكتور زهير، ما بعد حراك 2019 ما الذي تحقق أيضا في مسألة الحريات والحياة السياسية؟ لأن ما يسمى جزائريا بالجزائر الجديدة أو الجمهورية الجديدة لا تتعلق فقط بما ذكرنا، مسألة المال المنهوب التي تعمل الجزائر على إعادته أو سجن بعض وجوه النظام السابق، ولكن مسألة الحريات كيف تقيم اليوم في الجزائر؟
طبعا لا شك أن مسألة الحريات أيضا في صلب المطلبية السياسية التي تم التعبير عنها في حراك الجزائر المبارك في 2019، وإذا نظرنا إلى ما تضمنه كما قلت إعادة التأسيس للعقد السياسي في دستور نوفمبر 2020، نجد أنه أفرد فصلا كاملا اسماه هكذا الحريات العامة، وفيه 46 مادة. نعم. عملت على تعزيز وتكريس ما كان موجودا في دساتير البلد سابقا، وإضافة أيضا مواد كثيرة جدا، يعني عملت على أن تعالج بعض الاختلالات وبعض النقائص التي كان الحقوقيون والأحزاب والناشطون يطالبون بمعالجتها. على سبيل المثال قضية اعتماد الأحزاب، في السابق كان الأمر معقدا، وكانت الإدارة لديها سلطة ويد مطلقة في أن تتعامل مع هذه الملفات. الآن بموجب دستور 2020 الراغبين في إنشاء الأحزاب أو الجمعيات الوطنية أو المحلية بإمكانهم أن ينشطوا بمجرد أن يودعوا يعني إخبارا لدى السلطات، لدى وزارة الداخلية، ثم لديهم الحق في أن ينشطوا. هناك أيضا موضوع عدم تجريم العمل الصحفي والإعلامي كما نعلم، وعدم سجن الصحفيين، هذا أيضا أصبح محرما بموجب الدستور والقوانين. على العموم يحتاج الموضوع لنقاش ربما أطول، ولكن الوقت المخصص للمقابلة ولهذه الحلقة للأسف انتهى. من الجزائر كنت معنا الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا.